للحديث أكثر عن انتهاكات المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في الشؤون القدس الدكتور جمال عمرو. أهلا بك دكتور جمال. بداية، من جديد عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بمرافقة شرطة الاحتلال، بما تفسر تزايد الاقتحامات حتى أصبحت شبه يومية؟ نعم أخي، الهجوم الصهيوني لا يقتصر على الأقصى، هو على كل فلسطين. الرقص يوم أمس كان في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأيضا اليوم، وهو كذلك في الأقصى. وأيضا شاهدنا بالأمس، ليلة أمس، عندما اقتحمت شرطة الاحتلال وحطمت يعني بوابات المآذن وقطعت الأسلاك عن السماعات ومنعت رفع الأذان. ثم أن أحداث جسيمة جدا تحصل في كل أركان الضفة الغربية، وأيضا في 48، من حيث أن تواطئ الشرطة مع الجريمة المنظمة وإطلاق النار على عباد الله في هذا الشهر الفضيل. الهجوم الصهيوني نفسره من أن الإسرائيليين يعني انتخبوا أتباع كهانة وأتباع كل المتطرفين من الصهاينة، انتخبوا يمينا متطرفا في الكنيسة، وأنهم يسترضون هذا اليمين لأجل أصواتهم ولأجل تشكيل حكومة، وهؤلاء يبتزون الساسة الإسرائيليين. أساس الإسرائيليون مدينون بالأصوات لهذه القوى اليمينية المتطرفة. دكتور جمال، كانت الاقتحامات تفسر في زمن ترامب بدعمه غير المحدود للاحتلال، ماذا بعد وصول بايدن للبيت الأبيض؟ كيف ترون سياساته؟ يعني ما من شك أن الإسرائيليين في عهد ترامب يعني حصلوا على ضوء أخضر ليفعلوا ما يشاءوا. وحصلت خطة الضم، وحصلت الديانة الإبراهيمية الكافرة الفاجرة، كل ذلك حصل، والإسرائيليين يعني صعدوا على الشجرة. الآن في عهد يعني بايدن اختلفت الظروف، ليس كثيرا لكنها اختلفت بكل على كل الأحوال، والإسرائيليين يرفضون النزول عن الشجرة. هم حققوا إنجاز لا يريدون بهذه البساطة التنازل عنه، خاصة وأنهم عندما حققوا الإنجاز يعني أطلقوا اليد الطولة للمستوطنين الدواعش اليهود المتطرفين في فلسطين، وبالتالي هم يستردونهم الآن ولا يريدون إيقافهم عند حدودهم على الإطلاق. دكتور جمال، خبراء حقوقيون أمميون حذروا من تصاعد عنف المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين. السؤال هنا، كيف ترى تعاطي المنظمات الدولية مع هذه الانتهاكات الصهيونية؟ أرى أنها يعني حقيقة خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأرى أنها تتجاوز المطبعين والأذلاء الصاغرين من بعض الأنظمة العربية، تتجاوزهم بكثير، وهي تتقدم خطوة جريئة جدا ورفعت صوتها عاليا يعني لانتقاد الصهاينة على تصرفاتهم. وحتى أن هناك بعض أعضاء في الكونغرس الأمريكي يعني سيشترطون عدم تقديم يعني الدعم اللامحدود للحكومة الإسرائيلية إلا باحترام حقوق الإنسان في فلسطين. إذن الأمور تتحول وتتغير عالميا، في حين أن الأنظمة العربية متكلسة في مكانها، ويعني أداء جامعة الدول العربية في أدنى مستوياته. من القدس المحتلة كنت معنا عبر الهاتف الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لك.